دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بالسواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني وانصرف، إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك. قال السماك الزاهد لهارون الرشيد وقد دعاه إلى قدح ماء ليشربه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها؟ فقال هارون الرشيد: بملكي كله. فقال له السماك: فلو منعت خروجها، يعني لم تتبول، فبكم تشتريها؟ فقال هارون: بملكي كله. فقال السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. فبكى هارون الرشيد حتى خضلت لحيته. قيل لأشعب: قد صرت شيخا كبيرا وبلغت هذا المبلغ ولم تحفظ من الحديث شيئا، فقال: بل والله ما سمع أحد عن عكرمة مثل ما سمعت. قالوا: حدثنا. قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يجتمعان في مسلم. نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. ألح سائل على أعرابي أن يعطيه حاجة لوجه الله، فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أولى الناس به وأحق. فقال السائل: أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فطأطأ السائل رأسه وانصرف دون كلام.